أهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقتنا، ونصل إلى الملف الثالث وهي أحداث جامعة الأزهر المؤسفة. النهاردة العشرات من طلاب جامعة الإخوان في جامعة الأزهر اقتحموا المبنى الإداري للجامعة، ألقوا محتوياته وحطموا هذه المحتويات. طبعا الدكتور أسامة العد رئيس جامعة الأزهر وجه استغاثة لوزارة الداخلية اللي يعني لتدخل حماية الممتلكات والأرواح، لأن فعلا كان في اقتحام لمبنى الجامعة. طبعا تمكنت قوات الشرطة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة من الدخول إلى حرم جامعة الأزهر، فضت أو فرقت الطلاب المتظاهرين اللي هم طبعا مش مسألة مظاهرات، احنا بنتكلم في أعمال تخريب، وتمكنت من القبض على عدد من الأشخاص. تبين أنهم ليسوا طلابا بالجامعة، يعني كان في أشخاص متسربين إلى داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، تبين أن هؤلاء ليسوا طلابا، وطبعا يعني ناس جايين من بره يعني بيعملوا واجب أو بيعملوا كده منظر. يعني دكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء يعني في أول تصريح ليه أكد أنه لابد من عودة الأمن للجامعات، وأن إدارة الجامعات عليها أن تتعاون مع الحكومة تحت أي مسمى، سواء كان بقى حرس جامعي أو غير ذلك، وأن في النهاية لابد أن يعود الأمن. على الجانب الآخر دكتور أسامة العد رئيس جامعة الأزهر أكد أن الدراسة في جامعة الأزهر مستمرة ولن يتم تعليقها أو تعطيلها تحت أي ظرف من الظروف، رغم الظروف الحالية اللي يعني السيئة اللي بتشهدها الجامعة. هذا الموضوع اهتم به كل الصحف أيضا في مشتتاتها. الأهرام في الصفحة الأولى بتقول في عنوان كبير: بلطجة في الأزهر، الأمن يتدخل لتحرير رئيس الجامعة، والببلاوي بيعلن عودة الأمن إلى الجامعة إلى الجامعات ضرورة. الدستور في الصفحة الثالثة أيضا تتحدث عن نفس الموضوع، بتقول هجمات إرهابية لطلبة الجامعة بالخرطوش والشماريخ على الجامعات، رئيس جامعة الأزهر استغاث بالأمن لإنقاذه من براثن الجماعة الإرهابية. وأيضا الدستور بتقول طلاب المحظورة حولوا الجامعات إلى ساحات قتال، ده بحسب نقول جريدة الدستور. المصري اليوم في الصفحة الأولى بتقول عنف الجماعة يستدعي الشرطة للحرم الجامعي، وزير الداخلية بيقول جاهزون لتأمين محاكمة المعزول وسنتصدى لتجاوزات الإخوان. والوطن في الصفحة الثالثة أيضا في خبر رئيسي في الصفحة الثالثة: الإخوان يقتحمون جامعة الأزهر والشرطة تدخل الحرم، فصل 44 طالبا والقبض على 25 أمام مشيخة الأزهر بينهم أجانب واشتباكات في 4 جامعات أخرى. وروزا اليوسف في صفحتها الأولى أيضا تتحدث عن نفس الموضوع، بتقول الشرطة تواجه إرهاب المحظورة في جامعة الأزهر، الأمن يعلن أنه تم ضبط أسلحة بيضاء مع الطلاب المقبوض عليهم. يعني أعتقد أن الكلام ده رسالة واضحة للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء والدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لما جايين يتكلموا يقول لك التظاهر في الجامعات أمر مقدس. تظاهر إيه اللي أمر مقدس؟ عمركم شفتوا مثلا مظاهرات بين الطلاب الجمهوريين والديمقراطيين في جامعة مثلا بوسطن، ولا في جامعة شيكاغو، ولا جامعة نورث كارولينا، ولا جامعة نيويورك، ولا جامعة واشنطن؟ يعني في حقيقة هل شفنا مظاهرات زي كده مثلا في الجامعات البريطانية مثلا هارفارد وشيفيلد وبراون والحاجات دي كلها؟ يعني أعتقد النهاردة إذا كنا نتحدث عن الجامعة كمكان للعلم، كمكان للبحث العلمي، يجب أن تكون الجامعة بمنأى عن أي مظاهرات. ما ينفعش حالة التشرذم السياسي اللي موجودة في الشارع، وبالذات في بلد زي مصر اللي هي بتعاني من كل ما تعانيه من يعني من أوجه يعني عايز أقول تفسخ سياسي أو حالة تشرذم أو نوع من التقسيم السياسي، ما ينفعش إن احنا ده يطل برأسه على الجامعات. يعني أعتقد أن ما حدث اليوم في جامعة الأزهر وفي غيرها من الجامعات وتحديدا في جامعة الأزهر، أعتقد أن هذا رسالة واضحة للدكتور حازم الببلاوي اللي هو كان بيعلن أن أمر إن ما حصلش الحكومة عمرها ما أصدرت أي قرار بقفل المظاهرات. لا، ده لازم الحكومة تكون عندها الشجاعة الأدبية تتحلى، يكون عندها قدر من الشجاعة وتقول لا أنا بقفل المظاهرات في الجامعات. مش عيب ان الحكومه تكون صريحه مع الناس، احنا ليه بنخاف وليه بنداري وليه بنقول لا احنا ما نوقفش؟ وجاي الوزير بتاع التعليم عليه يقول لك امر مقدس، التظاهر امر مقدس، هتقولي جامعه محترمه في العالم فيها مظاهرات؟ بس ده السؤال انا عايز اقوله، هتقولي جامعه محترمه في اوروبا في امريكا؟ انا معايا اخر تقرير صادر، تقرير طالع من احدى المنظمات الدوليه بيتكلم ان في 6 جامعات بريطانيه، 6 جامعات في بريطانيا احتلت على ترتيب على ضمن قائمه افضل 20 جامعه على مستوى العالم، افضل 20 جامعه. واحنا هنا في مصر جامعه القاهره ما دخلتش ضمن التصنيف الصيني لافضل 500 جامعه، جامعه القاهره بالعافيه لحقت الترتيب رقم 405 في التصنيف الانجليزي سنه 2009. يعني في كده تصنيفات مؤسسات علميه كبيره بتحطها، اهم تصنيف في العالم كله هو التصنيف الصيني، التصنيف الصيني ده هو بيحدد كل سنه اهم 500 جامعه. هل تتخيلوا ان مصر اللي فيها ما اعرفش حاجه وكام 30 جامعه ولا حاجه 40 جامعه، مصر بجلاله قدرها اللي فيها جامعه القاهره اهم واقدم جامعه في مشهور في مصر في الشرق الاوسط كله اللي هي انشئت سنه 1906، جامعه القاهره ما حصلتش رقم 500 على مستوى العالم، ما حصلتش رقم 500، في الحين ان انا عندي في اسرائيل في 3 جامعات، اسرائيل في 3 جامعات داخله في التصنيف ده اهو، يا دوب بالعافيه الحين التصنيف البريطاني واخدنا رقم كام؟ رقم 405.
فانا عايز اعرف ايه يعني ايه الدهوله دي. النهارده انا بتكلم في جامعه هنا, ما هي ما هشتغل سياسه, يشتغل بحث علمي. اللي عايز يشتغل سياسه يروح يشتغل سياسه في الشارع, في الحزب, في اي مكان يشتغل فيه سياسه. لكن الجامعه مكان يجب ان يحترم فيه العلم, يحترم فيه البحث العلمي. في معايير كثيره حانا, يعني انا لولا وقت الحلقه كان ممكن اتكلم عن كثير من المعايير اللي بتتكلم في جوده التعليم, جوده التعليم, مخرجات البحث, جوده هيئه التدريس, حجم الجامعه, استثمارات الجامعه, المنشات الدوله. يعني في حاجات كثيره جدا احنا فين من العالم, فين من 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 سباق علمي محموم بيتكلم ان في تصنيفات وفي جامعات بتصارع اسرائيل, اللي هي يعني حاجه كده 5 6 مليون طلع 3 جامعات من اسرائيل. اسرائيل فيها 3 جامعات ضمن افضل تصنيف لاهم 20 جامعه, لاهم 100 جامعه في العالم. ادي اسرائيل اللي جنبينا, وانا هنا في مصر. انا حتى قعدت النهارده, قعدت من كام يوم على الانترنت اعمل كده سيرش على اشوف مظاهرات الجامعات, ما لقيتش في العالم كله ولا مظاهره للجامعات غير الجامعات المصريه والجامعات السودانيه. يعني بالظبط اللي بيقلدونا في اللعبه دي في السودان, بقى تلاقي في جامعه الخرطوم في مظاهره هناك, الكلام ده كله انا اللي شفته في بريطانيا, رغم كل الازمات السياسيه اللي ممكن يعني بريطانيا كانت بتشارك فيها في حرب العراق, مش عارف في الحرب على الارهاب وما الى ذلك, ودي كلها امور مثيره للجدل داخل حتى البرلمان البريطاني او في امريكا والكلام ده كله. الجامعه مكان للعلم, ما شفناش ان في طلاب عماليين في الحزب العمالي بيظهروا قدام الطلاب مثلا المحافظين علشان ده بيأيد الحرب على العراق, ده ضد الحرب على العراق. ما شفناش طلاب جمهوريين مع طلاب ديمقراطيين مثلا في امريكا في الكثير من الجامعات, بوسطن ونورث كارولينا وساوث كارولينا ومش عارف وجامعه شيكاغو وجامعه ومعهد ماساتشوستس, ده معهد ده اللي بتاع التكنولوجيا, ده حاصل على الترتيب الاول على مستوى العالم كمعهد تكنولوجيا. لان دي ناس حطت العلم في دماغها خلاص, انت بتتفرغ للعلم, العلم مهمه مقدسه, اللي نفسه يمارس السياسه يروح الحزب الجمهوري, يروح الحزب الديمقراطي, يروح الحزب مش عارف الفلاني, الحزب العلاني, يطلع في التلفزيون, يطلع في اي وسيله اعلاميه يقول اللي عايز يقوله. لكن الجامعه مكان علم, اعتقد ان الكلام ده يجب ان يعيه, والرساله دي انا اوجهها لرئيس الوزراء والوزير التعليم العالي, يجب ان يعي تماما ان ما يفعلانه هذا دي مش حريه, ده انفلات وتخريب, ده تسيب بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وبعد كده ما تجيش بقى نستغرب نقول هو احنا ليه متخلفين, ده احنا متخلفين بس, ده هو ربنا ما بيظلمش حد, ده احنا متخلفين بارادتنا, ده احنا بنتخلف. وزير سياسي, وزير بحث, وزير التعليم العالي ده راجل سياسي, راجل يساري, واليسار دول بتوع المظاهرات والحركات والتجمعات الحمراء والحزب الشيوعي مش عارف ايه والكلام ده كله. طب خلاص بيتولى ازاي, كيف يتولى حسام عيسى مسؤوليه هذه الحقيبه الوزاريه التعليم العالي؟ ده راجل في دماغه سياسه, التعليم العالي عايز واحد عالم, واحد قاعد بيفكر اطور الجامعه ازاي, اطور معامل ازاي, اطور التدريس ازاي, اشوف ايه مشاكل الكتاب الجامعي, مشاكل الطلبه, مشاكل ده كله. لكن انا النهارده عندي وزير سياسي يتولى ملف فني, كلام ما ينفعش. ما هي ما نشتغل سياسه يعني نشتغل علم, لكن احنا النهارده نقول امر مقدس. وادي النهارده التخريب في جامعه الازهر, والتخريب اللي بيحصل في قبل كده كان في جامعه عين شمس, كان شويه في جامعه القاهره, كلام غير مقبول. يعني نروح بقى الموضوع في حلقه النهارده, وانا بعتبر ان هذا الملف هو ملف ساخر كصاحبه, هو ازمه باسم يوسف. طبعا باسم يوسف هو اعلامي متميز بيعمل برنامج, اعتقد ان هو من البرامج الصعبه, برنامج باسم يوسف اللي هو في قناه سي بي سي, هو برنامج صعب في اعداده, هو معاه فريق اعداد, اعتقد انه فريق اعداد قوي جدا بيقدر يعمل يعني فحص كامل او مسح كامل لكثير من البرامج. في الحقيقه ما يفعله باسم يوسف ان هذا برنامج ساخر, بيجيب واحد قال كلمه في قناه وواحد كلمه في قناه, يعني مثلا اللي كان في الحلقه يقول لك مصر عايزه ذكر, فوجئت ان مصر عايزه ذكر دي اتكررت في 20 قناه واتقلت في اكتر من موضع وكلهم مالهمش دعوه ببعض, اللي جاي في القناه دي وفي القناه دي. فهو الراجل بياخد لقطات معينه. النهارده ماسي يوسف مزعلكم, لما كان ماسي يوسف حلو ايام الاخوان, لما كان بيعمل بيتريق على مرسي وبيحط كده البرنوطه الكبيره اللي كان مرسي لبسها في باكستان وعمل وسوق. ما هو يا جماعه يعني انا عايز اقول الديمقراطيه لها طريق واحد, اما ان احنا هنقبل بقواعد اللعبه الديمقراطيه, يا اما ان احنا نقول ان احنا مش عداها. لكن النهارده انا النهارده باسم يوسف كنت بسقف له واطبل له وهلله, وكنا بنحتشد ونتظاهر مع باسم ونتضامن مع باسم يوسف لما كان رايح النيابه يتحقق مع عند المستشار محمد السيد في التهم او في البلاغات الموجهه ليه من محامين بتوع جماعه الاخوان. النهارده باسم بقى وحش وبقى بيهين الجيش, وحقيقه انا شايف اخبار باسم يوسف متهم بتهديد الامن القومي. يا لهوي, ليه عمل ايه الامن القومي؟ الامن القومي بتاع مصر واقف على برنامج ساخر بيطلع في احدى القنوات الفضائيه, كلام يعني دي مسخره اللي بيحصل ده. نروح نبتدي بالملف ده بالوفد في الصفحه الثالثه, النيابه تبدا التحقيق في اول بلاغ ضد باسم يوسف. النيابه تبدا التحقيق في اول بلاغ ضد باسم يوسف, المستشار القانوني لجمعيه الشبان المسلمين العالميه يتهم مقدم البرنامج بتشويه صوره مصر. كلام يعني مش ممكن, يعني كلام قوالب معلبه مغلفه, باسم يوسف بيشوه صوره مصر. طب ما كانش بيشوهها بقى ايام الاخوان يعني, ولا هي كانت هنا زي العسل, زي الحلاوه كده وزي العسل على قلبنا, والنهارده بقت يعني اعتقد ما ينفعش. يعني بعدين هو الراجل, انا لا ارى ان هو ما هنش الجيش, هنا الجيش فيه, هو الراجل ما هنش الجيش, الراجل جايب لقطات من برامج كذا بشكل معين, والقاسم المشترك بينه انه بيقول لك مصر عايزه ذكر. والله شوفوا اللي بيقولوا مصر عايزه ذكر دي ايه, ايه 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 اللي في دماغهم, مصر عايزه ذكر ازاي يعني؟ مش بس يوسف, هو الراجل ما قلبش حكي من عنده يعني.
الدستور في الصفحة الثالثة أيضا تحقيقات النيابة بتقول باسم يوسف متهم بالتهديد الأمن القومي، رزع كده على طول النيابة متهم بالتهديد الأمن القومي، وإن سمعت نيابة السناف القاهرة إلى أقوال عبد الباري خليل شلبي المستشار القانوني لجمعية الشبان المسلمين العالمية في البلاغ المقدم منه ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف، ويتهمه فيه بإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام. انا حقيقه انا ما شفتش باسم يوسف ماسك كلاشينكوف، يعني انك تحب باسم يوسف او تكره هذه قضيه اخرى، لكن هو اعلام متميز، يعني متميز بيعمل برنامج صعب بمقاييس العمل الاعلامي، هو فعلا برنامج صعب، وبيعتقد ان هو من البرامج اللي هتستغرق جهد كبير جدا شغله طول الاسبوع كله، لكن يعني متهم بتهديد الامن القومي كده على طول خبط لازق، يعني كده ده احنا غلبنا الاخوان، ده احنا ده الاخوان كان عندهم رحمه عن اللي بيحصل ده، ما قالوش ان اقصى تهم موجهه للاخوان لباسم يوسف انه بيهم مرسي، لكن النهارده باسم يوسف بيهين الامن القومي وبيقدر الامن العام والسلم العام، يعني الحقيقه انا مش قادر استوعب ده. وفي مظاهره امام بالحسب المصر اليوم بتقول مظاهره امام سينما راديو لمنع ظهور باسم يوسف، وبتقول المصر اليوم ردا على هجوم على المؤسسه العسكريه تظاهر العشرات من المؤيدين للفريق اول السيسي امام مسرح راديو في شارع طلعت حرب خلال تسجيل البرنامج الذي يقدمه الاعلامي باسم يوسف، واحتجاجا على متضمناته وحلقاته الاخيره من اساءات للفريق السيسي مما تسبب في شلل مروري بشارع طلعت حرب. يا جماعه احنا قدامنا كتير قوي عشان نقول ان احنا ناس بنعرف الديمقراطيه، الحقيقه بمنتهى الامانه انا على فكره انا لا اعرف باسم يوسف ولا عمري ما شفته ولا اعرف حتى اي معلومه عنه، لكن اعتقد ان احنا قدامنا كتير قوي علشان نقول ان احنا بلد ديمقراطي بيقبل اللعبه الديمقراطيه. احنا بالظبط عامل زي اللي ماشي راكب عربيه رايح اسوان، مجرد كده ما وصل كده عند بني سوف ولا الماني قال لك الله ده الطريق طويل والدنيا حر وانا مش قادر واعطش كام ده، طب يا عم خد بعضك وارجع خلاص، يبقى انت اعرف ان انت مش ده طريق طويل انت مش قادر تمشي فيه. طب هو المخرج عايزني اختم بس انا في عناوين سريعه اخدها، الدستور صفحه 3 ازمه المواد الخلفيه بالدستور وسط لطريق مزود، المواد الخلفيه اللي مقصود بها مواد الهويه. والمصري اليوم في الصفحه الاولى القبض على منسق العلاقات بين الارهابيين وحماس، ده واحد اسمه ناصر محمد ابراهيم الشهير بعيد مرجونه، واحد اسمه عيد مرجونه ده منسق العلاقات بين الارهابيين وحماس. اعتقد ان هذا الخبر هو اخطر 100 مره من القبض على سامي العريان، ده راجل بينسق خلايا الارهابيه اللي موجوده في سيناء، يعني اعتقد ان هذا الشخص حين يقبض عليه يعني اعتقد ان دي ضربه قاسمه لحلقه وصل مهمه جدا لعمليه الارهابيه بتتم في سيناء. ومصدر عسكري بيقول ان عيد مرجونه من اخطر قيادات الاخوان بشمال سيناء، ومصادر بتعلن ان رصد اتصالات بين المغربي ونبيل المغربي وتنظيم القاعده، والمتهم يعترف بصلاته بمنفذ محاوله اغتيال اللي هو محمد ابراهيم وايضا روزا يوسف، ضبط 9 عناصر ارهابيه تكفيريه في سيناء. والوردة في الصفحه الثانيه دكتور سعد الدين ابراهيم يكشف اسرار علاقه الاخوان مع امريكا قبل وبعد مرسي، يعني في الوفد، وايضا نواب امريكيون يدعون الى استئناف المساعدات لمصر، وقريبا اجتماع بين مستشار احمد الزند ولجنه الخمسين لاحتواء ازمه السلطه القضائيه في الدستور، وهيئه مفوض الدوله توصي بعدم قبول دعوه تجنيد الاناث، كان في دعوه مرفوعه عشان يعني اشمعنى الراجل هو اللي بيخش الجيش، ما هي يعني لا والست كمان تخش الجيش، فكان في دعوه مرفوعه علشان يتم يعني يكون في خدمه اجباريه في الجيش للفتيات يعني، فمفوض الدوله رفضت هذه الدعوه او عملت التقرير بترفض الدعوه دي. وخبر في مصر اليوم الفيروسات تغزو المدارس، 85 اصابه جديده بالغده النكفيه و23 بالجدري او بالجدر يعني بنقولها بالبلدي كده الجدري، مديريات الصحه تجري مسحا طبيا للمدارس المصابه، ومستشفى صدر المنصوره يحتجز حاله ثالثه للاشتباه في اصابتها بمرض كورونا. كفايه طيب اوكي شكرا على الاحوال، ده كان ملخص لاهم نشر صحفتنا النهارده، غدا تلتقون مع جوله جديده وصحفه جديده، وشكرا على المتابعه.